شو سبب الشكاوى اللي عم تورد لإلهم عم تورد عنهم وهي التهم بشكل كتير كبير؟ تتكرر هناك شائعات كثيرة تتكرر حول معاملة الأطباء في مراكز صحة اللاجئين، سوء معاملة أو ما شابه ذلك. المشكلة أن لا أدري ما الذي أوصل هذه الثقافة إلى مرضانا. غالب المرضى أو قسم كبير من المرضى الذين يراجعون مراكز صحة المهاجرين يعتقدون أن هذه المراكز وجدت من أجل إعطائهم الدواء الذي يقترحونه هم. فمثلا يعني بالنسبة للجريب والصادات الحيوية، يوميا الكثير من المرضى يخرجون من عند طبيب: يا دكتور، لماذا لم تكتب لي دواء التهاب؟ ونحن نعرف أن 95% من حالات التهاب الطرق التنفسية العلوي هي فيروسية وليست بحاجة إلى صادات حيوية، بل تزداد سوءا عند استعمال الصادات الحيوية. فهنا المريض عندما يلفت طلبه بكتابة الدواء الذي يريده، نصحه به أحد المعارف أو مريضة جارتها قالت لها هذا الدواء مناسب، هنا يعتبر أن هذه سوء معاملة. وهناك حالات كثيرة ذهبوا إلى المدير المسؤول في المركز ويكون الشكوى على الشكل التالي: لم يعطيني دواء التهاب، ابني أنا أعرف لا يتحسن إلا على الأبر. فهذه الثقافة التي هي أن يعني أن يفرض رأي المريض على الطبيب، لا أدري من أين تعلمها هؤلاء المراجعون الذين هم أهلنا وإخواننا أولا وأخيرا. فهم يعتبرون أنني إذا لم يعطيه الطبيب ما يريد، فمثلا مريض معدة يستعمل يعني شبه مسكن ألم تقريبا لمعدته، ينصحه الطبيب: أنت بحاجة إلى تنظير، بحاجة إلى مزيد من الدراسة، يجب عليك أن تراجع المستشفى. يا دكتور، الدور صعب، نحن نلجأ لكم لأنكم تعرفون اللغة العربية. طيب، نحن نعرف اللغة العربية ولكن لا يوجد لدينا وسائل استقصاء. طبعا نحن رعاية صحية أولية وحدودنا معروفة، لا يوجد لدينا تنظير هضمي، لا يوجد لدينا مثلا إيكو. خلينا كمان نسمع تسجيل آخر للطبيب أستاذ أحمد ونرجع نوقف عنده عن طبيعة الشكاوى اللي بترد إلى صندوق الشكاوى في المستوصفات السورية. بالنسبة لآلية الإبلاغ عن الشكاوى، يوجد في كل مركز صحي مسؤول، وغالبا هذا المسؤول هو مدير المركز وهو تركي، يستطيع أن يتقدم أي مراجع يعني تعرض لسوء معاملة إلى هذا المدير. ولكن الذي يحصل هو أن غالب المشتكين لا تكون شكواهم بأنه لم يفحص الطفل أو لم يفحصني أو لم يعاينني. غالب الشكاوي تكون تدور حول أنه لم يعطيني الدواء الذي أرتاح عليه، أنا قلت له أنني لا أتحسن إلا على هذا الدواء، أنا أريد صاد حيوي. يعني هناك صناديق في كل مركز صحي، هناك صناديق يستطيع أن يضع فيها شكوى، والأفضل أنا رأيي أن يلجأ إلى المدير أو المسؤول المشرف في كل مركز صحي ويقول له شكوى ويبلغه عن المشكلة التي حصلت معه. غالب الشكاوي كانت من خلال يعني اطلاعنا عن بعد، يعني غالب الشكاوي لا تكون بأنه لم يفحص الطفل، لم يقم بالواجب الطبي. إحدى الشكايات: هذا الطبيب لا يستعجل في فحص المرضى. يعني تخيلي أن هناك من يعني يريد أن يستعجل في فحص المريض، يعني أن يطلب من الطبيب أن يستعجل في فحص المريض. طيب، ألا يوجد وقت معين لكل مريض من حقه؟ هناك مرضى مزمنين، هناك أمراض مزمنة، هناك ضغط، هناك سكر، هناك يعني حالات تستوجب الفحص. فإما أن تكون الشكوى لم يعطيني العلاج الذي طلبته من صاد حيوي أو دواء التهاب أو تكون الشكوى: دكتور، هذا الطبيب بطيء في الفحص. وأعود وأكرر، هناك صناديق، ولكن الصناديق يعني يوضع فيها كلمات عادة سوء معاملة، كلمات عامة. طيب، إذا أردت أن
تكون يعني شكواك تأخذ يعني تأخذ مجراها، فعليك أن تكون منطقي في الشكوى. يعني الطبيب لم يعطيني الدواء، هذه ليست شكوى، لن تلبى. يعني يكون جواب المدير نعم، من حق الطبيب هو أن يقرر ما هو الدواء الذي يجب أن تستخدمه وليس أنت. أما بالنسبة لأنه أخذ وقتا في معاينة مريض ما، طيب الطبيب حددت الأمم المتحدة ووزارة الصحة وهناك هيئات دولية أنه حتى 25 دقيقة قد يستغرق فحص بعض المرضى. فمن هذا المنطلق لا تلقى الشكاوي يعني ردودا. خلينا نسمع مع بعض بختام حلقتنا هذا التسجيل، ابقوا معنا. ولأن الموضوع يعني مجاني بشكل كامل، فإنه يوميا نجد عدد لا بأس به من المرضى أو من المراجعين بالأحرى، جاء من أجل شيء آخر. فمثلا يكون جاء للقاح طفل وأخذ دور لثلاث أطفال آخرين، يقوم الطبيب بفحص هؤلاء الأطفال الآخرين فلا يجد شيء، يعني لا يوجد شكاية معينة، لا يوجد حرارة، لا يوجد. تقول له الأم: دكتور والله أنا أردت أن أخذ من باب الاحتياط من أجل أدوية غريب وأدوية التهاب، يعني من باب الاحتياط دكتور إذا سمحت علوة تكتب لي إياهم حتى أحطهم في البيت مشان إذا مريض الطفل في حالة معينة أعطيه الدواء لوحدي. طيب هذا يعني منبعه أن الأمر مجاني من ناحية المعاينة ومن ناحية الدواء. طبعا يعني هذا الأمر ينعكس سلبا على المرضى الحقيقيين. يعني تجدين ثلاثة مثلا أو أربعة من هؤلاء الذين جاءوا ليأخذوا الدوية بشكل يعني احتياط، ثم مسكين مريض مرتفع حرارته أو لديه سعال وزلة تنفسية ينتظر. طب يعني هذا الأمر أن يعني بحاجة إلى ضبط. زائد يعني تأتي إحدى المريضات مثلا وتأخذ دور لعشرة من عائلة واحدة، هم بناتها وأبناء بناتها مثلا، نناقش وأقول لها: يا حج هؤلاء كلهم مرضى؟ تقول: يا دكتور بيتنا بعيد وجينا مع بعض وبدنا ناخذ دواء للكل. طبعا هناك أشخاص ليسوا مريضين وتم أخذ دور لهم. طبعا لا أدري كيف يتم حل هذا الأمر، ولكن أنا أقترح أن يكون هناك معاينة رمزية حتى لا يقول للشخص يعني طالما أنه مجانا لا أخسر شيء، أسجل، إذا أعطاني يعني أي شيء فهو يكون مكسب. فأنا أرى أن يكون هناك يعني مثل يعني شيء ولو رمزي حتى نستطيع يعني حتى ترتفع الكواليتي، حتى ترتفع الخدمة، حتى ترتفع قيمة الخدمة التي تقدم للمرضى الحقيقيين. فالمريض أحيانا هناك مريض حقيقي ينتظر ويدخل عشرة أمامه من هؤلاء المرضى الذين جاءوا ليأخذوا دواء احتياط. حقيقة يعني نحن كأطباء يعني يحزننا حال هذا المريض الحقيقي المنتظر وهؤلاء الذين جاءوا ليأخذوا دواء من باب الاحتياط. طبعا وإذا لم تكتب له الدواء هنا يذهب إلى المدير ويقول: أنا ابني يعني كل كم يوم بيقرب ومن حقي أنه يكون عندي في البيت أدوية قريب وأدوية حرارة وأدوية التهابات وما شابه ذلك. وهنا يعني هناك تكون اقتراحات من بعض المديرين: يا أخي أعطيه يعني ولو بارول، أعطيه أي شيء. لا يا أخي، هذا ليس الطب هو أن تفحص المريض وتعطيه دواءه المناسب.